السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة عندي سالفة مؤثرة. السالفة هذه حقيقية وسمعتها توني سامعها من اللي يعني جاب السالفة من صاحب السالفة، وهي فتاة يعني بنت. وسالفة مثل ما قلت لكم حقيقية وفيها معاني يعني كبيرة يعني. والسالفة تقول ان يعني البنت هذه صار لها حادث، هي كانت في اهلها بسيارة وصار لهم حادث مريح يعني حادث قوي، وصارت الإصابة على البنت هذه، وتعرضت إلى كسر في الحوض وبالرجل. فهذه إصابة مو سهلة يعني، الله فكها، ولكن الإصابة كانت قوية، ممكن أنها يعني تأثر عليها باقي حياتها، أنها تكون مقعدة يعني ما تمشي إلا على كرسي، أو أنها تكون بالسرير إذا ما تجافت أو. فطبعا بدأت بالعلاج، تردد على مستشفيات الأطباء، فآخر شيء توصلوا على الأطباء قالوا راح نحاول نجبر الكسور في الحوض والرجل، والمهلة سنة، إذا ما تجبرت خلال السنة فما في أمل، بعد خلاص راح تبقين مقعدة يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله، سوت العملية. طبعا حطوا لها مسامير اللي هذه مالت كسور تيتانيوم، هذه حديد والرجل، وعطوها يعني أدوية كثيرة، وطلعت من العملية وتنتظر مع الأيام أن تبدأ عملية أن الكسور تلتحم وتتجبر، وعلى الانتظار هذا إلى أن صارت مدة يعني ما بين بوادر يعني أن في شفاء، أن العظام يعني بدأت تلتحم أو تتجبر. ف يعني اليأس يدش ساعات يعني في الإنسان، إلى أن قالت لها واحدة من صديقاتها، قالت لها ليش ما تروحين في دكتور شاب جديد يعني ممكن يشوف نعرض عليه يمكن عنده شيء يفيدك. فقالت يعني أنا أطباء ومستشفيات يعني مستشارين، شو راح يجي منا الدكتور يعني اللي توه شباب وهذا. فقالت أنت جربي روحي نعرض عليه. هي مثل اللي يقول غرقان يعني بيتعلق في غشة. فقالت خل روحي شوفها. راحوا للشاب هذا، ولا دكتور شاب، والشاب هذا شاب ملتزم ملتحي متدين، الفتاة مو ذيك المدينة، إنسانة عادية يعني. فعرضت عليه مشكلتها، وعرضت عليه التقارير والأدوية اللي تأخذها. فبعد ما شاف كل هذا قال له إن شاء الله يلا سهل أمرك تتجبر إن شاء الله عظامك. قالت شلون شيء يعني؟ قال أول شيء كل الأدوية اللي أنت تأخذينها ارميها، اتركيها كلها. قالت كلها؟ قالت كلها. فما أعطاها إلا يعني حبوب نوع واحد، وأعتقد أنه يمكن مسكن أو شيء، وأعطاها سبحان الله، كتب لها ورقة صفتها، قال أخذي هذه الورقة لا تفتحينها،
روحي عمره. قالت شلون؟ قال روحي عمره، واذا صرتي عند الكعبه افتحي الورقه هذه واقرايها. فهي تعجبت يعني، لكن مثل الغرقان، خلينا نشوف، دور النجاه، دور الشفاء. فعلا راحت العمره، ولما راحت العمره عند الكعبه افتحت الورقه، ولا كاتب بالورقه ثلاث كلمات: يا جبار اجبر عظامي. فتقرا انت عجبه: يا جبار اجبر عظامي. فقامت تتردد هذه الكلمات، صلي وتردد هذه الكلمات: يا جبار اجبر عظامي، يا جبار اجبر عظامي. إلى أن انتهوا من العمرة. يوم خلص العمرة بيردون، ويصير فيها عوار برجلها، لأن رجلها كذلك تعرض للكسر، وكانوا يقالي لها الأطباء إذا ما التئمت الحوض حنضطر أن نبتر الرجل، خلاص ماكو فايدة. فصار في عوار برجلها وحرارة شديدة وتضايقت. قالت أكيد هذا من سبب أني تركت الأدوية اللي انصحوني فيها الأطباء. فرجعوا وراحوا للدكتور هذا الشاب، فدشت عليه قالت له: الدكتور أنا متأذية. قال: شلون؟ قالت: الظاهر أني أنا من تركت نصحتني بأني أترك الأدوية كلها صار علي حرارة قوية في رجلي وتأذيني. فضحك وابتسم، قالها: أبي أسألك سؤال. قالت: تفضل. قال: أنت قبل تشعرين برجلك بأي شيء؟ قالت: لا ما أشعر فيها قبل. قال: الحين تشعرين بحرارة؟ قالت: إيه. قال: هذه التباشير إن شاء الله، وهذه بداية العلاج والشفاء، لأن الروح بدأت تدب في رجلك وأعصاب رجلك، والحين بدأت عملية يعني تتجبر العظام، وإن شاء الله فترة راح تشوفين نفسك عظامك كلها تجبرت. وفعلا بعد فترة تتجبر عظامها كلها وترجع كما كانت. سبحان الله المجبر. فعلا يعني هذه قصة واقعية حقيقة حصلت، وهذه تدل بأن الشافي والمعافي هو الله مو الأطباء. يعني مشكلة بعضهم يتعلق ذهنه وقلبه وروحه بالدكتور، هذاك اللي شافي لازم نروح له اللي شافي. لا، هو مو مشافي ولا معافي، هو سبب الله سبحانه وتعالى يضع على إيده الشفاء، لكن إذا الله ما راد الشفاء ما راح يشفي. فلازم الإنسان النية قبل العلاج أو الشفاء، أول شيء ما ييأس من الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن الشفاء والعافية هي من الله سبحانه وتعالى. إذا وضع هذا اليقين في داخل قلبه، يعني أن الشفاء والعافية من الله، الله سبحانه وتعالى يسخر الأسباب له. ويا من نسمع قصص كثيرة عجزوا الأطباء عن يعني شباب بعض الأمراض، وعلى أهون سبب يطيب الإنسان. يعني أحيانا سمعنا عن إنسان أعمى قاعد سنين يعالج، يروح مستشفيات ما حد فاده، ومرة مشى هذا طاح طيحة، طاح على رأسه، يوم طلع ولا بطلت عيونه رد شوف. فالواحد لا يأس يعني، ولا الله سبحانه وتعالى يعجزه الشيء هذا. يعني حتى أنا أذكر قصة مرة، امرأة فرنسية مسلمة، فرنسية مسلمة أصيبت بالسرطان، لما سووا الإشعاعات وشافوها وكذا قالوا خلاص استفحى السرطان ولك مدة معينة هذه الحياة اللي راح تعيشينها.
فعاشت الحقيقة في نوع من اليأس، وخلاص ما بدها أي شيء. بسم الله. فمن اليأس وهذا ذيك الليلة صلت، حطت السجادة وقامت تصلي وتدعي الله وتبكي، يعني تقول كل ذرة من جسمي كانت تصرخ تطلب الله سبحانه تعالى أن يشافيها. وما شعرت بعد ما خلصت من الصلاة إلا مثل الحرارة بجسمها، وقام يطلع منها مثل العرق، واخدرت شوي ونامت. ويوم قامت ولا تحس أنها ما فيها آلام ولا فيها أي شيء. فيوم راحت الأطباء وكشفوا عليها ولا ما فيها تعجبة وما فيها شيء من السرطان، واختفى. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن الإنسان ما ييأس يعني، وأن الشفاء والعافية بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشافي كل مريض، وأن اليقين يكون في الله لا في غيره، غيره مجرد أسباب. إن شاء الله تكون فيها فائدة هذه السالفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.